انت لازم تكون على مستوى روحي مرتفع. انت يا رب لسه موجود، لسه بتحن، لسه بترفع، لسه بتشفي، لسه بتشرق شمسك. اسمعني، لما جيت تتكلم عن البركة والنهضة حطيت شرط، فنتواضع تحت يد الله، الله يعمل فينا ايه؟ الله هينفعنا، ونغني بين الناس ان احنا لينا اله عظيم. لو صدقتوا كلام ربنا هنخرج مختلفين جدا. بيك يا رب في وسطنا، ملك الملوك ورب الأرباب. أشكرك يا رب لأنك عظيم يا رب. لما ترتفع رب، لما ترتفع رب بتجعل القفر مفاجر مياه. لما بترتفع رب تجعل يا رب في البحر طريق لشعبك يا رب، مسلك يا رب في المياه القوية. أيوة رب، مصدقين في كده رب، مصدقين في كده على حياتنا رب. نفسي كده قبل ما نفسي نصلي في الجزئية دي، لكن عايزة أعلن حاجة مهمة قوي في تسبيحاتنا وعبادتنا. في حاجة في السماء بتحصل، إحنا مش بنرنم ترانيم حلوة وخلاص، ولا بنقول أنغام جميلة إحنا ننبسط بيها، لا. النهاردة أنا عايزة أعلن إنه إحنا تسبيحنا وعبادتنا بيحرك السماء، بيحرك السماء، بيحرك السماء. كم واحد يصدق في كده؟ كم واحد يصدق؟ تعالوا نقرأ الحتة دي، بص معايا الحتة دي، الجزئية دي في أشعياء 30. بيقول هوذا اسم الرب يأتي من بعيد، غضبه مشتعل والحريق عظيم. ايه ده؟ في ايه يا جماعة؟ شفتاه ممتلئتان سخطا ولسانه كنار أكلة. في ايه ده؟ لمين؟ لنا؟ لا، ده على العدو، ده على الشرير لكي يباد. تعالوا نكمل كده. ونفخته كنهر غامر يبلغ إلى الرقبة، لغربلة الأمم بغربال السوق، وعلى فكوك الشعوب رسن مصل. تكون لكم، بص الجزئية، تكون لكم أغنية كليلة تقديس عيد، وفرح قلب كالسائر إلى بالناي، ليأتي إلى جبل الرب، إلى صخر إسرائيل. كم واحد ارتاح في الآية دي؟ كم واحد اضطرب في الآية اللي قبلها؟ إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل؟ تعالوا نكمل. ويسمع الرب جلال صوته، يسمع الرب جلال صوته، ويري نزول ذراعه بهيجان غضب ولهيب نار آكلة وسيل وحجارة برد، لأنه من صوت الرب يرتاع أشور. إبليس يرتاع من صوت الرب يا جماعة، إبليس يرتاع من صوت الرب يا جماعة. بالقضيب الرب يضربه، ويكون كل مرور عصى القضاء، كل مرور عصى القضاء التي ينزلها الرب عليه بالدفوف والعيدان. تسبحنا بيحرك السماء، بيضع قضاء على الشرير، بيكسر الشرير من على حياتي. استخدمها لحياتك الأول. إيه رأيك؟ إيه رأيك تسبح الرب وتعبد الرب؟ إيه رأيك تعلي الرب؟ فالرب يجي يجازي الشرير، يكسر إبليس. تانيما جاية بتقول كده، نفسي نصلي كلماتها، لأنه كلماتها بتقول باسمك منتصرون، نهدم كل حصون، تنحني كل جباه، ويعلو صوت مين؟ عارفين صوت الرب ايه؟ ايه صوت الرب اللي بيولد ايال وبيفجر ينابيع مي؟ مين صوت الرب ده؟ عارفين مين صوت الرب؟
احنا صوت الرب، احنا صوت الرب. لما يعلى صوتنا بتسبيحات وحمد وشكر للرب، الرب بيرتفع وابليس بيقع ويتكسر ويباد باسم الرب يسوع. كم واحد مصدق في كده؟ تعالوا نصلي كلمات الترنيمه الجايه، ارجوك لو مش عارفها صلي كلماتها، ما تقعدش ساكت. امين. يعلو صوته رعود وبروق حين نعبد رب الجنود، في الأعالي يسأر القدير فتزلزل الحصون، باسمك منتصرون نهدم كل ظنون، تنحني كل جبال ويعلو صوت الإله، وسيعتق كل أسير. يعلو صوت رعود وبروق حين نعبد رب الجنود، في الأعالي يسأر القدير فينا يا رب، عشان تدب فيها حياة من أول وجديد. يسمع صوتك في حياتنا يا رب، يسمع صوتك يا رب فيتكسر إبليس، يباد إبليس باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. تعالوا نقف مع بعض نقول الرب هو الملك القدير سيفتح عيون العميان. يا جماعة الكلام ده على حياتنا، كم واحد محتاج ده؟ عايزين ننطق بيه على حياتنا. إن ما كانتش هتتطبق في حياتي، مش هتتطبق على أولادي ولا على بيتي ولا على شغلي ولا على بلدي، حياتي الأول تختبر. أمين أمين. نرى ده في حياتنا باسم الرب يسوع. الرب هو الملك القدير، الرب هو الملك القدير، الرب هو الملك القدير، سيعلن
عايزينه يعلى دلوقتي. عندنا نهضة جاية الأسبوع الجاي، يسوع هيتمجد في عينين ناس كتيرة وينقذهم من هلاك أبدي. أمين. عايزين صوت الكنيسة دلوقتي يعلى، عايزين نصلي للنهضة دي، عايزين نصلي لكل حد جديد هيجي النهضة دي. يسوع يتشاف، يسوع يبان، الكل يختفي ويسوع يبان. أختي سومة ممكن تيجي تتقدم لنا في صلاة من أجل النهضة دي. فارق معايا جدا أن إحنا ككنيسة صوت الكنيسة يعلى، صوتنا يعلى، إحنا الكنيسة. كم واحد شغوف أنه يشوف عمل الرب بشكل مضاعف الوقت الجاي، يشوف سمك كتير. أمين. هللويا. اتفضلي أختي سومة. مع بعض يا كنيسة. هللويا هللويا. رب لمسين حضورك، شكرا من أجل حضورك، شكرا لأنك فعلا ساكن وسط تسبيحات شعبك رب. شكرا لأني السماء مفتوحة بتستقبل يا رب تسبيحتنا وفرحتنا بجلالك يا رب. يا رب جايين ككنيسة منقول لك إحنا متاحين ليك يا رب الأيام النهضة اللي جاية يا رب، الجمعة والسبت والحد. يا رب إحنا متاحين ليك، متاحين يا رب لعملك في وسطنا. يا رب بنتنبأ إن كل نفس تحضر يا رب، المؤمن يثبت فيك أكتر يا رب، واللي خاطي يرجع إليك يا رب، وكل مرتد يرجع إليك يا رب. لحضنك الدافي، لحضنك الدافي، لأنك أنت بابا، بابا السماوي يا رب. بشكرك، أحضانك مفتوحة، أحضانك مفتوحة لكل من يلجأ إليك، لكل من يرجع إليك يا رب. بتلبسه الخاتم في إيده وحذاء جديد في رجليه، وبتكون فيه وليمة مش في الأرض ده في السماء كمان، لأن السماء بتفرح بخاطي واحد يتوب أكتر من 99 بار لا يحتاجون. يا رب يا رب بعظمك وبشكرك إن حضورك يا رب، حضورك واثقين إن هيملى المكان، ومجدك علينا وعلى الكنيسة وعلى كل حتى اللي هيشاهدنا يا رب. مجدك على الكل يرى يا رب. بنتنبأ يا رب نهضة في الكنيسة الأيام اللي جاية يا رب، جيش بألوية تكون كنيستك يا رب. بنضع قدامك يا رب فريق الكنيسة وفريق الوعد والمسبحين كلهم والعازفين، خادمك يا رب الدكتور يا رب زكريا يا رب. بشكرك، بشكرك من أجل ملاك هذه الكنيسة يا رب. بشكرك إن الكنيسة يا رب مرهبة، مرهبة. بشكرك يا رب إن الأيام اللي جاية هنشوف آيات وعجائب، وهنقدم ذبائح شكر من ذبيحة واحدة، ذبائح شكر على ما أنت سوف تصنعه في الكنيسة وفي كل فرد. يا رب بشكرك لأن الذي صانعه معنا عظيم على قد عظمتك، رهيب باسم الرب يسوع. بنتنبأ فعلا يا رب رجوع، يا رب رجوع الأيام ده هي نفوس كتيرة. أيوة رب، شبكة النعمة هتصيد، هتصيد كتير قوي قوي، لأن كل ما بتكتر الخطية بتزداد أيضا النعمة. بشكرك من أجل نعمتك اللي هتفتقدنا يا رب، هتفتقد ناس كتير يا رب، ونتمتع بالنعمة يا رب، ونقول فعلا حقا نحن مقيمون في النعمة. لك الكرامة وكل المجد، أمين. هللويا. يا رب ادينا صوتنا يعلى، يا رب ادينا يبقى اللايف ستايل بتاعنا يا رب مختلف، غير يا رب شكل حياتنا يا رب، ان احنا جوه الكنيسه يا رب ادينا نمد رجلينا وقلوبنا واحلامنا لبره الكنيسه يا رب، عشان التايه يلاقيك يا رب، عشان الضعيف يا رب تسنده يلاقي السند والستر يا رب والحمايه. يا رب اشكرك من اجل الجسد والكنيسه يا رب. مجدو عليك يرى، مجدو عليك يرى، وإن غطى الأرض ظلام مجدو عليك يرى، مجدو عليك يرى، مجدو عليك يرى، وإن غطى الأرض ظلام مجدو عليك. أبواب جحيم مش هتقوى عليك، أبواب جحيم مش هتقوى عليك، الرب حي ساكن في وسطيك، وسطيك
عايزين نحتفل، تيجوا نعمل اكت كده سابق لاوانه، نحتفل بالناس اللي هتخلص. عايزين نشكر الرب على الناس اللي هتخلص، عايزين نحتفل بالناس اللي هتخلص. احنا مش بنهزي، احنا مش بنهزي، احنا بالايمان نمتلك. امين. نمتلك اراضي جديده، تمتد كنيستنا، تمتد كنيستنا في كل مكان، ونمتلك اراضي جديده باسم الرب يسوع. مش كنيستنا بس، كنيسه يسوع، كنيسه يسوع اللي على مستوى الارض كلها تمتد، تطيل اطنابها، تشدد اوتادها ولا تمسك. هللويا. نفسي بس اقول كلمتين، انه الهتاف 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 بيعلن حاجتين، بيعلن ملك الرب، وبيعلن ملك الرب المنتصر. ما هو محدش بيهتف لحد مش منتصر. ملكنا مش بس ملك الملوك، لكنه ملك الملوك المنتصر. تعال نعيد ليه، تعال نهتف، نهتف للرب. امين. نهتف اسمك ونغني معلنين مجدك. هللويا، مجدا لاسمك كل صبح ومساء. لاي 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 كل حين يا رب، حتى لو عيانين، حتى لو متألمين، مكملين يا رب. نعلن بهتاف ان الهنا ملك الملوك المنتصر يا رب. هللويا 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 يا رب. النهارده يا رب مياه كثيره تغمرنا في حضورك يا رب. حضورك يغطي المكان ده يا رب، يمتلئ بمياه الروح القدس، الميه اللي محتاجينها، الميه اللي لما بنشرب منها ما بنعطش. نحتاج إليك يا روح الله، نحتاج إليك يا مالك الملوك. فإنك اشتريتنا بدمك شعبا مختارا يرفع اسمك عظم يا رب في عينينا. انت ملك الملوك يا رب. تعالوا نشكره، اشكره، شكرا يا ملك الملوك انك ابويا، انك في الصوره معايا، مش سايبني، لا تهملني ولا تتركني يا مالك.
اسم الملك المهوب، ملك الملوك، ملك الملوك المهوب. يا رب علمنا، يا رب افتح عينينا على عظمتك يا رب، فما نبطلش نحمدك يا رب ان انت في حياتنا وان انت بترعانا يا رب وتهتم بكل كبيرة وصغيرة في حياتنا. نشكرك، نشتهي حضورك في حياتنا يا رب، نشتهي حضورك يا رب. ان كان القلب فتر يا رب تعالى تاني يا رب، رجع لينا ان احنا نشتهي حضورك يا رب، نشتهي ان نراك يا رب ونقبل رجليك يا رب. يا رب دينا نشتهيك يا رب، نشتهيك، نجوع ونعطش ليك يا رب. اسكب جوع وعطش جديد في حياتنا. العالم يا رب واللي في العالم يا رب بيعمل فتور في حياتنا يا رب، لكن انت عايزنا جعانين وعطشانين دايما ليك يا رب. حط جوع وعطش في قلبي يا رب تجاهك يا رب، تجاه القعدة معاك يا رب، تجاه قراية كلمتك يا رب. جوعنا ليك يا رب، عطشنا ليك يا رب، لان انت الشبع يا رب. نشتهيك يا رب، شهوة النفس إليك يا رب. إلى اسمك وذكرك شهوة نفسي، إلى اسمك وذكرك شهوة قلبي، إلى اسمك وذكرك شهوة
رب أنت ملك الملوك، ليس مثلك، مين زيك يا رب؟ يا رب حلي صوتك في ودنا يا رب الوقت الجاي يا رب، عايزين صوتك يكون واضح وباين لكل حد فينا يا رب. يا رب ولا يفقد أحد، ولا يفقد أحد، ولا يخرج حد زي ما دخل يا رب، لكن يا رب سهام يا رب، سهام نار روحك القدوس تخترق قلوبنا اليوم باسم الرب يسوع، سهام نار روحك القدوس تخترق قلوبنا اليوم باسم الرب يسوع، فلا نخرج كما أتينا يا رب. دينا دسم، جعانين يا رب وعطشانين لحضور إلهي حي ومية حية وكلمة حية تغذي أعماقنا وقلوبنا. بارك القسيس يا رب، امسحه يا رب مسحة خاصة، اسكب مية يا رب على لسانه يا رب، تجري من بطنه أنهار ماء حي يا رب، تسقي كل عطشان يا رب، وكلمة حية تخرج منه يا رب تشبع كل جعان يا رب. ده عملك، ده عملك، ده عملك. صلاتي لكل حد مش حاسس بحاجة في القاعة، تيجوا نصلي لكل شخص معانا دلوقتي ومش حاسس بأي حاجة، مش وصل له حاجة، ان الرب يجي يفتح قلبه كده. يا رب تعالى افتح كل قلب مش عايز يسمع، يا رب تعالى كده افتح قلب كل حد نايم ومشتت، انت تعالى يا رب كده ضمه، تعالى احضن فينا يا رب كده، تعالى مر بين الصفوف يا رب، انت شايف تعب كل حد وشايف احتياج كل حد، انت ترى كل الكل مكشوف لديك يا رب. تعال احضننا يا رب النهارده، تعال طبطب على كتفنا، تعال قول لنا ان انت موجود في المشهد، وان احنا مش يتامى، وان احنا مش لوحدينا، وان احنا مش ظهرنا عريان ومش متغطي. ملناش غيرك اصل يا رب، ملناش غيرك يا رب، كل امور ارضيه يا رب تعبانه يا رب ومأزمانه نضعها امامك يا رب. تعال يا رب للمسكين، للمكسور، تعالى للأعمى لكي يبصر يا رب. عايزين مية روحك القدوس يا رب تغمر 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 باسم الرب يسوع. كلم الرب، الرب سامع دلوقتي، الرب يسمع، إلهنا حي ليه ودان وبيسمع. أرجوك ما تسيبش الفرصة دي، يسوع في المكان وسامع، هو يرى أنات القلب الغير منطوقة، هو يرى أنات القلب الغير منطوقة. نجي عندك يا رب، عند رجليك، أنت قوتنا يا رب، ملناش غيرك يا رب، ملناش غيرك يا رب. الدموع أنت تراها يا رب، الاحتياج أنت تسدده يا رب، صدقين أنك إله حي يا رب. أشكرك لكل ما Thank you, Eva. Thank you, Shabab. Rabbi Barakku. Bassem هيوزع عليكم البوليتن اللي فيكم في الكنيسة من زمان. يعرف إن إحنا كنا بنعمل حاجة اسمها بوليتن، البوليتن بتاعت الكنيسة، فيها البرنامج وفيها الوعظة، عشان لحد عايز يتابع الوعظة، وفيها البيانات المهمة على مين الخدام وإزاي تقدر توصلوهم، الإعلانات المهمة. فإحنا بس قلنا المرة دي نوزعها في وسط الخدمة عشان الناس تبقى عارفة، الجداد معانا ما تابعوش ده من زمان يقدروا يتابعوه. لما تستلم البوليتن هيبقى فيه ظرف وورقة، طلع ظرف الورقة دلوقتي، مش هنتكلم عليهم دلوقتي، هنتكلم عليهم بعد الاجتماع. لكن البوليتن كويس ان كل واحد يبقى معاه واحده، عشان هتلاقوا نقط الوعظه قدامكم، بدل ما بشوف حد بيحب يكتب وبيصور، فكويس ان انت تبقى معاك. بس لو معاك ورقه وقلم، انا حاولت ان انا اسيب نقط بحيث ان انا بس اضمن ان كل واحد فيكم كاتب النقطه المهمه قدام عينيه.
طيب من 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 ثلاث أسابيع تقريبا اتكلمنا عن ليتك تباركني الجزء الأول، ولو أنتوا فاكرين اتكلمنا عن إزاي لما يعبيس كان بيصلي وبيقول له توسع تخومي، وتكلمنا يعني إيه توسع تخومي، يعني إيه تنلارج التريتوري بتاعتي، يعني إيه أنا أكبر. فخلونا نقرأ مع بعض الآيات دي اللي قالها يعبيس في أخبار الأيام الأول. بيقول كده: ودعا يعبيس إله إسرائيل. خدوا بالكم مرة تانية، أنا بس بقول لكم حاجة عن الصلاة دي. الصلاة دي صلاة فردية، واحد بيقولها لنفسه، بيطلب بركة لنفسه. دي حاجة، وبيطلب أن ربنا يباركه، بس في مفهوم العهد الجديد إحنا ربنا أوريدي باركنا. فإحنا الفرق الوحيد بين الصلاة دي والصلاة اللي إحنا بنصليها في العهد الجديد، إن إحنا بنقول يا رب ادينا اللي على قلبك لينا، اللي أنت أوريدي ورثته لنا، اللي أنت أوريدي اديته لنا. طيب، فبيقول كده: ودعا يعبيس إله إسرائيل قائلا: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فأتاه الله بما سأل. طبعا احنا كلنا نتمنى ان احنا نصلي عشان حاجة وإيميديتلي ناخدها، ده ما بيحصلش دايما. ويمكن اللي يفسر ده لو انت بتقراها باللغة العربية، كلمة لو تاخد بالك في نقطة بعد الشر حتى لا يتعبني، نقطة، النقطة دي عملت ايه؟ بوز، فصلة، يعني واقفة. فهو صلى الصلاة دي، قد يكون ربنا باركه immediately، اكيد باركه في خلال مدة معينة، لكن الوحي لما كتب انه يعبيس صلى الصلوات دي، قال له عايزك تباركني، توسع تخومي، ايدك تكون معايا وتحفظني من الشر، والرب استجاب. طيب، ده الصلاة الفردية اللي صلاها يعبيس. لكن ربنا بيرد علينا النهاردة، وده أنا يعني الرسالة دي للكنيسة عندنا النهاردة، ولكل كنيسة بتسمعنا، ولكل المؤمنين بيتابعونا. ده وعد الرب مش بس للأفراد، لكن كمان للكنيسة. بيقول لها كده: ترنمي أيتها العاقر. وعايزك تقف لحظة وتفكر بمفهوم العهد القديم. العاقر دي كانت كلمة وحشة قوي قوي. يعني انتوا عارفين الراجل اليهودي، احنا ساعات بنتكلم على اخواتنا اللي في الشرق الاوسط، لكن انا عايز اقول لكم على الراجل اليهودي. الراجل اليهودي يا جماعه كان بيصحى الصبح قبل ما يفتح عينيه كده، قبل ما يقول صباح الخير للمدام اللي معاه في البيت، قال له: اللهم اشكرك لاني يهودي ولست اممي، عبد حر ولست عبد، رجل ولست امراه. فتخيل ان هو ما كانش عنده مانع يبقى راجل حر أو عبد، يعني يهودي مش أممي، حر مش عبد، والطبقة الثالثة إن أنا أكون راجل مش ست. فما بالك لما بتكون ست ما بتخلفش، عاقر. فدي كانت بالنسبة لشعب إسرائيل وبالنسبة للعهد القديم كلام صعب قوي، يعني مجرح، وكلنا فاكرين أم صمويل إحساسها بالعار، سارة، وهنيجي لسارة بعد كده، إحساس صعب قوي. فهنا الله بيوجه رسالة لكل واحد شاعر جواه بالعار، أو شاعر جواه بخيبة الأمل، أو شاعر جواه بإحباط، أو شاعر بجواه أنه ما فيش أمل. لما تيجي تكلم واحدة ستة عاقر تقول لك حاولنا 14-15 سنة، مع أن الرب بيعمل معجزات. أقول لكم حاجة من الحاجات الغريبة، في مرة كنت في العراق بعد صدام حسين، و يعني كان حصل كده، الامريكان دخلوا وكانت البلد من غير قيود، يعني خلاص البلد وقعت، الجيش وقع، البوليس وقع، العراق كانت بلد مفتوحه. فاشكر ربنا ان كنت من اوائل الخدام اللي قررت، والرب دعاني ان انا اروح العراق اساعد اخواتنا المسيحيين اللي هناك. وانا فاكر ان كنا بنضطر نخلص الوعظه من واحده لثلاثه، واقعد اصلي مع الناس عشان الساعه 4:30 نبقى في الاوتيلات، لان بعد كده كان بيحصل كيرفيو، بيحصل ممنوع حد يمشي في الشارع خالص، الجيش الامريكي بينزل والبلد كلها بتقفل. فكنت دايما بقعد حوالي ساعة ونص اصلي مع الناس. انا فاكر كويس قوي جالي كابل بيعيطوا، فبقول لهم مالكم، وعشان اصلي لهم، فقالوا لي انه احنا بقالنا 14 سنة متجوزين ولسه جايين من عند الدكتورة، قالت لنا يا جماعة مفيش امل انكم تخلفوا، خلاص انتوا بتصرفوا فلوس
وعندكم أمل والأمل ده مش موجود. فأنا عايز أقول لكم ريحوا نفسكم، ما عندكوش فيش أي أمل في الخلف. أنا ما أعرفش إزاي أو ليه في ساعات الأسس بيعملوا حاجات غريبة يعني. فقلت لهم توعدوا ربنا لو أدكوا ولد تربوه في خوفه وفي محبته وطلعوا يخدم ربنا؟ قالوا لي آه. قلت لهم طب تعالوا نصلي. وصليت وبعد 6 أشهر بعتوا لي جواب من العراق قالوا لي أنها حامل. هو الرب، هو الرب. بس الشعور ده شعور صعب قوي، شعور العاقر، شعور العاقر التي لم تلد، لأنها she didn't go the experience وفي الخلفة والولادة وإنها تعطي حياة جديدة. فربنا بيقول لها النهاردة حتى للكنيسة، بيقول لها يا كنيسة قد تكوني عشتي سنين، إحنا جايين من الشرق الأوسط وكنايسنا عاشت سنين طويلة قافلة على نفسها بشعور العاقر، إنك أنت ما بتولدش حاجة جديدة، أنت مستني شعب الكنيسة يتجوز ويخلف ويطلع عيال جديدة علشان الكنيسة تكبر، فكل اللي عندك إنك عندك عدد محدود ما أنت شايف إنه ممكن يكبر. الرب النهاردة بيوجه الرسالة ده بيقول لها ترنمي، لأن في حاجة جديدة الرب عايز يعملها مع الكنيسة. بيقول لها كده التي لم بالترنم التي لم تمخض، لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل. قال الرب بيتكلم على الناس اللي برة، أوسعي مكان خيمتك. ده اللي أنا هتكلم عليه النهاردة. بيقول لها كده في عدد 2، فاكرين يعبس قالوا إيه؟ وسع تخومي. وهنا ربنا بيرد وبيقول لها أنا لو كل مؤمن وسع تخومه، لو كل مؤمنة وسعت تخومها، هتكون النتيجة إن خيمة ربنا بتعمل إيه؟ بتوسع. أنا هوسع خيمتك، ما أنا هوسع خيمتك إزاي؟ بأن أنا هخلي كل واحد وواحدة من ولادي اللي مصدقني يوسع تخومه. ابسطي شققك، مساكنك لا تمسكي، أطيلي أطنابك. هنتكلم عن الأطناب، ليه بيتكلم على أطيلي أطيلي، طولي زي ما أنت عايز. فكلمة معادي يقول لها جيبي أوعية، جيبي أوعية على قد ما انت عايز. جيب يا رب انت مستعد كده تدلق البركه بالمنظر ده؟ انا مستعد ادلق البركه، بس انت عليك انك تصدقي اللي هيحصل. شددي اوتادك لانك تمتدين الى اليمين والى اليسار، ويرث نسلك امم ويعمر مدنا خاربه. خدوا بالكم الفكره دي، ربنا يعني المفسرين قالوا ان احنا بنروح بين حاجه من اتنين، يا اما بيكلم العاقر، بتكلم عن الكنيسة اللي جاية، فبيقول انه فاكرين كنت بكلمكم من كام اسبوع على ان ربنا صنع كارما والكارما باظت، فقال هعمل كارما جديدة، ماذا يصنع لكارمي وانا لم اصنعه، ربيت بنينا ما نشأتهم وعصوا عليا، فالمجموعة دي خلاص. فبيتكلم على انه قد يكون الشعب اسرائيل اللي عاش عقيم، الرب النهاردة هيدخله في عهد جديد، في عهد جديد هو عهد النعمة، يكون عهد امتداد. وكان بيكلم مجموعة لسه راجعة من السبي، مجموعة حاسة انه خلاص ضايع، ابواب اورشليم اتحرقت، الدنيا كلها تبان انها عاقر، بيقول لهم في دايما امل ورا الاحساس ده، ورا الاحساس ده كله. طيب اسال نفسك واسالي نفسك، يا ترى انا دي صلاتي؟ انا ده اللي انا عايزه من ربنا، ان ربنا يباركني ويوسع تخومي وربنا يوسع التخوم بتاعه الكنيسه؟ طب انا مستعد، طب انا مستعد استقبل الوعد ده؟ ده الامر الصعب، ده الامر الصعب، ان ربنا بيدي وعد ولما بيلاقيني، انا بتكلم عن نفسي، لما بيلاقيني انا مش مصدق ومش مستعد، طب هيعمل ايه؟ هو الوعد موجود، ده بتاعك، مبارك الله الذي، ده الوعد بتاعك. لكن لما انت ما بتقدمش الحاجة اللي تقوله يا رب ايوة انا مصدق، بتكون النتيجة انك ما بتشوفوش، وترجع تقولهم ربنا هو انت ليه ما باركتناش؟ يقولك لا انا مباركك، انت المشكلة مش فيا، انا مباركك، المشكلة ان انت ما خدتش الخطوة بتاعت الايمان اللي تخليني اوريك اللي انت عايزه. زي ما اتفقنا من 3-4 اسابيع، انا مش فاكر كلمة حدود تخوم بتعني باوندرس، حدود. فانت النهارده لما بتشتري بيت بتروح يقيسوا لك، يحطوا لك كده 4 حتت حديد يقول لك دي حدودك. لكن لما بتيجي تتوسع تشتري الارض اللي جنبيها او تاخد الارض اليمين ولا الشمال، ربنا بيشيل الباوندريز دي، بيوسع الحدود، بيوسع الحدود. وده الفكر الناس اللي عندها فيجن للمستقبل، وفي الناس اللي بتفكر بمحدوديه، فرق كبير قوي حتى في شغلك. لو انت فكرت انك بس يا دوب انا عايز اسرفايف، هتقفل اي حد عنده شغل. لو انت فكرت ازاي اتوسع، الامور بتختلف. فهي انت باصص ازاي، انت باصص ازاي للمرض، انا عيان وهموت خلاص،
او لا انا هخف انا لا الدنيا المينتاليتي بتاعه الامر ده بتختلف. عشان كده ربنا بيقول له انا عايزك توسع. انا هوسع انا مش عايزك تعيش مزنوق. انا عايز اوسع لان انا هجيب لك ناس تانية. انا هجيب لك ظروف تانية. انا هجيب لك احوال تانية. اتفقنا الثلاث حاجات كنا بنصلي عشانها، اتمنى ان تكونوا لسه فاكرينهم. ثلاث حاجات: الله يوسع تخوم ايمانك، الله يوسع تخوم محبتك، الله يوسع تخوم خدمتك. ما اعرفش كم واحد خد الموضوع ده بجد وعاش بيه الاسبوعين اللي فاتت. احنا عمالين صح، ربنا عمال يبعت لنا ناس حلوين ونفضل كتير قوي، بس اذا ما كانش هتاخد الوعظه جدي وتعيشها يبقى في مشكله. يبقى في مشكله. الثلاث حاجات دول اللي انا كان نفسي تبقى محور صلواتنا الاسابيع اللي فاتت: وسع تخوم ايماني، انا عايز يبقى ايماني كبير. من له ايمان مثل حبه خردل، اذا كانت حبه الخردل بتعمل كده، امال لما يكون واحد ايمانه كبير يعمل ايه؟ وسع ايماني، وسع محبتي، وسع خدمتي. لكن النهارده انا هكلمكم عن وسع الخيمه. وسع الخيمه، تعرفين لما كنا شاريين ارض الكنيسه، ما اعرفش اغلبكم ما يعرفش الموضوع ده او يعني جداد معانا، احنا قعدنا الكنيسه دي ابتدت من 25 سنه تقريبا، وابتديناها ب 12 واحد، وكنا في مكان اسمه تيمبل سيتي، عشان كده اسم تيمبل سيتي التصق بينا. وبعدين اتنقلنا اربع مرات، يعني ده مشوار كده بحكي لكم. بعدين اربع مرات كل ما نكبر الكنيسه الامريكانيه تقول لنا امشوا. المهم يعني بعد رابع مره قلت للكنيسه لا مش هينفع كده. احنا كنا في مصر كلنا ساكنين في بيوت ايجار، شقق ايجار وبيت ربنا. حد فيكم كان عنده كنيسه متاجره في مصر؟ ولا ارزوكس ولا انجلي ولا كلنا. الكنائس كانت ملك واحنا كلنا ساكنين في شقق. لما جينا امريكا بقينا كلنا ساكنين في بيوت، وبيت ربنا هو الوحيد اللي ايه؟ ايجار. فقلنا مش هينفع الكلام ده. ودخلنا في اول تحدي للكنيسه وقلنا اوكي هنشتري ارض ونبني كنيسه. ربنا بارك الشيخ البير والفونس اخوه، كان جنبهم حته ارض لزق في الشوب بتاعهم وقالوا لنا عليه. وكان الارض دي عباره عن 1 ايكر تقريبا فدان، وفي موقع حلو قوي، كلنا كنا فرحانين بيه قوي لانه كان تحدي بس كانت ارض. واللي فيكوا عاصر معانا الايام دي كنا حاطين فيها 2 تريلرز خشب بنعمل فيهم اجتماعات الاسبوع، لكن الحد يوم الحد في الكنيسه. طيب وربنا باركنا، وانا فاكر كويس قوي ان احنا في شهرين و10 ايام لمينا 730 الف دولار اللي دفعناهم داون بيمنت للارض دي، وبقي علينا حوالي 600 الف. وقعدنا 7 سنين بندفع المورجج بتاع البنك وبندفع ايجار الكنيسه الامريكانيه. لما ابتدينا نبني، نفكر نبني السيتي، انا عايزكم تفكروا في كلمه وسع، عشان انا هتكلم دلوقتي على ازاي المبنى ده عندنا 50 حيطه عايز اهدهم. انا كان بمنتهى الامانه مش بهزر، كان كل السيتي المجلس مدينه اركيديا مونروفيا وافقت ان احنا نعمله، انهم يدونا ان احنا نبني 14000 سكوير فيت. 14000 سكوير فيت يعني بالعافيه هتجيب كنيسه صغيره وحواليها كام فصل مدارس احد ده بس. وده ضد اللي احنا كنا واخدينه من ربنا كمجلس وكشعب، انه ربنا عايز يعمل عمل كبير ويوسع تخومنا. ومع هذا قلنا ايه؟ اوكي. بعد 7 سنين السيتي قررت انها تبني اكبر محطه مترو ستيشن قدام الارض بتاعتنا، وفضلوا يضيقوا علينا لدرجه ان السيتي مانجر قالت لي شخصيا، قالت لي بص احنا مش هنخليك تبني المبنى. ليه يا ستي؟ قالت لي لان احنا بعد ما بنينا المترو ستيشن عايزين نحول الاراضي دي كلها للتاون هومز بتاعت الشباب الجديد وكده، لان دول هيستخدموا المترو وانتوا واقفين لنا في الزور. فانت لازم تبيع، يعني احسن لك انك تبيع علشان المشروع يكمل للمدينه. طيب احنا شرينا الارض بمليون و400 الف صح؟ 1.4 مليون صح؟ مليون و400 الف. طيب قعدنا وكنا زعلانين وحاسين انه الارض ان الارض خساره واحلام، وكان نفسنا وكان نفسنا و و و فضلوا يطلعوا معانا لغايه اما بعنا الارض ب 3 مليون و600 الف. انتوا متخيلين؟ الارض في حد فيكم جرب انك تستثمر في 7 سنين تدفع مليون يرجع لك 3 مليون؟ ما حصلتش. بس هو الرب، هو الرب. وفجاه بقينا كنيسه مصري عربيه غلبانه تحتوي بعد ما دفعنا ديون، يعني تمتلك في البنك 3 مليون.
بس حاجة كده كانت صعبة قوي يعني. مبلغ ضخم يخد. وربنا فتح لنا المكان ده. بعيد أيوة بعيد. عن التفكير اللي احنا كنا بنفكر فيه اه. بس عارفين المبنى ده؟ المبنى ده كم سكور فيت؟ 42,000. احنا كنا هنبني كام؟ 14. انتوا عارفين يعني ايه ربنا ما يوسع تخومك؟ يعني ايه ربنا ما يقولك لا 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 انت حابس نفسك في رؤية صغيرة، حابس نفسك في رؤية محدودة، حابس نفسك في حاجة بس انا شايف لك حاجة تانية. عشان كده لما ربنا قال اوسعي خيمتك، ساعات الموضوع ما بيبقاش داخل في عقلنا قوي. يعني ايه ده انا كنت راضي. يعني بصوا ابراهيم قال ايه على اسماعيل؟ لقيت اسماعيل يا عم انا راضي باسماعيل، ابن جاريه، ابن اي هو انا راضي بيه وخلصني. اي نعم جايب لنا مشاكل لغايه النهارده بس اه يعني هنعمل ايه؟ لقيت اسماعيل يعيش امامك وخلصنا على كده انا راضي. وربنا يقول له لا 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 انا عندي خطه تانية، انا عايزك توسع. عشان كده انا قاصد ان اتكلم معاكم النهارده عن خيمه ابراهيم، انه لا 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 انا عندي خيمه تانية عايزك توسعها. تعالوا نقرا ايه اللي حصل مع ابراهيم. بيقول وظهر له الرب عند بلطات ممر وهو جالس في باب الخيمه. وانا نفسي في البوليتن اللي معاك تاخد النوتس دي، ولو معاك كتابك المقدس ابقى علم تحت الكلام ده. ابراهيم كان جالس على الباب الخيمه، اخترت الوقوف على انا موجود عند باب الخيمه وقت حر النهار. طب لو الدنيا حر انت المفروض تبقى جوه ولا بره؟ جوه بالظل. فرفع عينيه ونظر واذا ثلاثه رجال. بصوا في ارتباط روحي غير عادي بيحصل بين الشخص اللي واقف منتظر حتى لو الدنيا حر والجو مش كويس والرؤيه اللي هتيجي. الرؤية ما بتجيش لواحد مرتاح. الرؤية ما بتجيش لواحد مرتاح. ريلاكس كده ومروحك على لا لا مش هتشوف رؤية. لكن في وسط الضغوط بتاعت الحر بص فكروا في النص، انا مش بجيب حاجة من عندي، فكر في النص. وقت حر النهار الدنيا الشمس مولعة يا عم ابراهيم خش جوه. أكيد مراته بتقول له يا عم خش قرعتك ساحت، الدنيا حر عليك، هيجي لك نزلة مش عارف إيه، مش هنعرف ندويك، ما فيش أي حاجة. أكيد الست كانت خايفة عليه يعني، ولا لا كانت قايلة له ما أعرفش، يمكن كانت بتكنس جوه جايز. لكن الرؤية جات والشخص مستعد عند الباب وقاعد حتى في ظروف غير مهيئة. ورقد لاستقبالهم وسجد إلى الأرض وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ليأخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة، فأخذ كثرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تكتزون لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا هكذا نفعل كما تكلمت. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة. سارة جوه الخيمة، ده هنتكلم عنه عن مكان حماية جوه الخيمة. فقال لها أسرعي بثلاث كيلات دقيق سميدا أعجني واصنعي خبز ملة. نشكر ربنا من أجل سارة. ما تقولش مش كنت تقولي الأول، هم حد ينفع يجي على غفلة كده؟ ثم ركض إبراهيم إلى البقرة وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله. ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعه قدامهم، وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا. وقالوا له أين سارة امرأتك؟ فقال ها هي في الخيمة. فقال إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه. قصة غير عادية، قصة غير عادية بتتحكى عن خيمة، بس الخيمة دي كانت مميزة. بصوا العهد القديم كان فيه كذا خيمة مميزين، خيمة الاجتماع واحدة من الخيم المميزة جدا طبعا، لكن كمان خيمة إبراهيم وسارة. يعني انه يقول الكتاب عن إبراهيم كان ساكنا في خيام، عاش 175 سنة منهم 100 سنة وهو أغنى راجل على الأرض، لكنه عمره ما اشترى بيت، كان ساكن في الخيمة لأنه كان فاهم أنه هو بيرتحل، وكان دايما كل ما يبني خيمة يبني قدامها مسبح. مهم قوي أنك تربط الأحداث دي كلها مع بعض. طيب ارجع لإشعياء 54. أنا عايزكم لما تروح البيت، ده واجب يعني، أنا كتب لكم الشواهد دي. ارجع لإشعياء 54 لما تروح البيت هتلاقي الإصحاح ده متقسم إلى أربع ترانيم.
يعني ما اعرفش المسبحين راحوا فين، غالبا خرجوا، بس لما المسبحين يبقوا موجودين يعني يسمعوا الكلام ده. الشعي 54 في اربع ترانيم، في اربع ترانيم. الترنيمه الاولانيه ترنيمه من اجل ان الكنيسه ستثمر، ان الكنيسه هيكون فيها ثمر. فاوعى تبص للكنيسه، انا عارف ممكن تبص لحواليك النهارده تقول هي الناس فين، احنا الكنيسه بقى لها مده كذا، او كل واحد بيتكلم على كنيسته بطريقه معينه. انا بكلمك على نظره الرب للكنيسه. اشعيا في اشعيا 54 من 1 ل 3 بيتكلم عن، بيتكلم ان الكنيسه ستثمر. ترنمي ايتها العاقر، اشيدي بالترنم، وكل الجزء اللي احنا قرناه، لانه هوسعي مكان خيماتك، لانه في نسل هيجي ويعمر ويعمر مدن. طيب الترنيمه الثانيه من اجل العريس، مهمه قوي، انه زي ما اشعيا كان بيرنم من اجل الكنيسه، من اجل العروس، ان العروس هتبقى مختلفه، كمان بيأجل بيرنم من اجل العريس. بيقول لها ايه؟ لا تخافي لانك لا تخزين، ولا تخجلي لانك لا تستحين، فانك تنسين خزي صباكي وعار ترملك لا تذكرينه بعد، لان بعلك. هنا الترنيمة دي بتمجد البعل، بتمجد العريس، بتمجد المسيح. وزي ما إيفا كانت بتقودنا أنك علي صوتك ومجد المسيح وارفع اسم المسيح، ده اللي عمر بله، لأن بعلك هو صانعك، رب الجنود اسمه، ولي قدوس إسرائيل، إله كل الأرض يدعى، لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاكي الرب، وكزوجة الصبا إذ رزلتي قال إلهك لحيظة تركتك. اسمعوا الكلام ده، وبمراحم جميل جديدة أو عظيمة سأجمعك. بص بيتكلم على العريس، بيقول هذا أنت معاكي حتة عريس غير عادي، معاكي حتة عريس هيعوضك عن ترملك، هيعوضك عن السنين العجاف، هيعوضك عن الجفاف اللي أنت كنت فيه. ومش كده ده، حتى لو أنا لو تركك دي لحيظة، عارفين اللحيظة دي blink of the eye، يعني كده لحيظة تصغير لحظة، يعني حاجة كده. لكن بيقولها لو انت حسيتي ان انا للحيزة تركتك، لكن خدي بالك بمراحم عظيمة الرب هيعمل ايه؟ هيجمعك، مش هيسيبك. بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة، وبإحسان أبدي. خدوا بالكوا، حط لحظة قدام أبدي، لحظة قدام أيام كثيرة. ويجي في عدد 10 بيقولها فإن الجبال تزول والأكام تتزعزع، أما إحساني فلا يزول عنك. ده وعد الرب. عشان كده إشعيا وهو بيكتب الترنيمة دي زي ما قال افرحي حب يقول لنا ويفكرنا ويفكر الكنيسة بمين هو العريس، مين هو العريس اللي احنا مؤمنين به ومتمسكين به. الترنيمة الثالثة في الجزء من 11 ل 13، انا حطيت لكم الشواهد دي في البوليتن عشان تقدروا ترجعوا لها. كتب ترنيمة من اجل تجديد الكنيسة، ان الرب لما هيجي هيعمل رينيول في الكنيسة. هيحولها ازاي؟ بيقول لها ايتها الذليله المضطربه غير المتعزيه، ها انا ذا ابني بالاثم حجارتك وبالياقوت الازرق اؤسسك واجعل شرفك ياقوتا وابوابك حجاره بهرمانيه وكل تخوم حجاره كريمه وكل بنيك تلاميذ الرب وسلام بنيك كثيرا. بيقول لها خدي بالك ان الرب هو ابتدى بعاقر وقال لها ما تخافيش، وبعدين كلمنا على مين هو عريس الكنيسة، مين هو العريس، مين هو اللي احنا ماشيين وراه. وبيقول ان ده لما هيجي هيعمل ايه؟ هيحول الذليلة الغير متعزية الى بس، مش بس متعزية، انتوا متخيلين؟ بيقولها ايه؟ هيجي في وقت ان كل ولادك تلاميذ للرب، كل ولادك. مش هنبقى بنقعد نقول للناس تعالوا عرفوا الرب، مش هنقعد نقول للناس تعالوا لا لا، ده كل اولادك، كل بنيكي تلاميذ. وبعدين بقى بيختم بآخر ترنيمة في الإصحاح ده بترنيمة النصرة، ترنيمة النصرة اللي هو من عدد 14 ل 17، بيقولها بالبر تثبتين بعيد عن الظلم فلا تخافين وعن الارتعاب فلا يدنو منك، أنت هتبقي في حماية. ها إنهم يجتمعون اجتماعا ليس من عندي، من اجتمع عليك فإليك بيقول لها يا كنيسة خدي بالك انه في الوقت اللي انت هتبقي فيه بتتحولي التحول ده هيبقى فيه ناس بتجتمع عليكي حتى ولو باسمك، باسم الكنيسة. يا جماعة معلش انا مش قادر امسك نفسي، بس شيخ الازهر طلع الاسبوع اللي فات واعلن قال ان الاسلام يرفض تماما الديانة الابراهيمية اللي بيدعو لها الكنائس. فتستعجب انه في كنائس في اوروبا بتحاول تعمل اتحاد لدين جديد
انهم يتبعون دينا جديدا، لدين جديد سموه الدين الابراهيمي. قال لك طالما كلنا بننتمي لابراهيم خلينا كلنا ايه؟ ابراهيميين. في الوقت اللي ما فيش كنيسه طلعت بيان، انا شايف يعني الاسبوع ده كل الكنائس عماله تطلع بيانات غريبه الشكل، ربنا يبارك القاده في الكنائس في العالم عمالين يطلعوا بيانات، ما طلعش بيان واحد يقول يا جماعه مين اللي دعا للكلام ده؟ مين دعا الكلام ده؟ مين اللي قال ان ده ينفع؟ لكن على الاقل شيخ الازهر طلع قوي، طلع راجل وقال لك انا برفض هذا الفكر، برفض هذا الفكر. مفيش حاجه اسمها ديانه ابراهيميه، مفيش حاجه اسمها كده. هنا بيقول لنا بنفس الكلام، بيقول لنا خدوا بالك ها انهم يجتمعون اجتماعا، صح؟ في ناس بتعمل اجتماعات وانا واجتماع، بس الاجتماع ده مش من عندي، مش بتاعي، مش عندي، لانه هيحاول يوقع الكنيسه ولو كان، ولو حتى وان كان باسم الكنيسه. هانا ده قد خلقت الحداد الذي ينفخ الفحم في النار ويخرج آلة لعمله، وأنا خلقت المهلك ليخرب كل آلة صورت. بصوا بقى دي ترنيم الكنيسة الأخيرة، كل آلة صورت ضدك مش هتنجح. في بروتكشن لأن دي كنيسة، خدوا بالكم أنا لو مهما دفعت عن الكنيسة أنا إنسان وممكن تحت ضغوط أضعف، صح؟ ممكن تحت ضغوط أطلع أقول أي حاجة عشان أرضي اللي أنا خايف منه، لكن الكنيسة ليها إله ما بيخافش، ليها عريس ما بيخافش. فأنا مش عايزك تخاف على الكنيسة هنا ولا في العراق ولا في مصر ولا في السودان ولا في ليبيا ولا في نيجيريا. كل اللي انت شايفه ده لازم تتأكد ان وعد الرب ان كل آلة صورت ضدك مش هتنجح. وكل إنسان يقوم عليك، كل إنسان يقوم عليك في القضاء تحكمين على دي الكنيسة. طيب ايه هو الطنب لما بلاها طولي؟ الطنب هو الحبل اللي الخيمة بتتشد بيه، عشان كده جمعها اطنابك، بلاها اطيلي اطنابك. انت دلوقتي رايح تعمل خيمة فانت واخد معاك حبل قد كده، فالخيمة بتبقى قد كده، لكن انت واخد حبل اطول الخيمة بتبقى أكبر. فكل ما بيقول لها أطيلي أطنابك إنك خلي إيمانك كبير إنه في توسع هيحصل يمين ويسار، هتجيبي ناس من المتدينين بالاسم وهتجيبي ناس من اللي ما يعرفوش المسيح أساسا. الكنيسة هتتسع كده، مش هتتسع كده، الكنيسة بتتسع كده. اللي بيقول عنه الكتاب في العهد الجديد وكان الرب بيعمل إيه؟ بيضم للكنيسة الذين يخلصون، بيضم، لأن الكنيسة لازم تكون بتتسع. عشان كده قال لها في إشعياء 33 لا تقلع أوتادها إلى الأبد ولا شيء من أطنابها ينقطع. فيش حاجة هتقدر تقطع الكنيسة اللي ربنا عايز يباركها. ليه؟ لأنه لو الأطناب دي اتقطعت الكنيسة خربت. تخيل لما الحبال دي تتقطع الكنيسة تقع. عشان كده بيقول في إرميا خيمتي خربت وكل أطنابي قطعت. طيب الحاجة التانية بيقول لها شددي أوتادك، وأنا عايزك تقف معايا بس كده لحظة كده ووسع قلبك كده وفكرك معايا. بيقول لها أطيلي أطنابك، هاتي حلل وما تقلليش، طولي وشددي الوتد. الوتد ده اللي هو الحديدة اللي بتتربط فيها الحبل وبتنزل في الأرض عشان تثبت الخيمة، فمهما قام عليها رياح ومهما قات عليها حاجة الخيمة ثابتة لأنها الأوتاد بتاعتها ثابتة. طب إزاي إحنا ككنيسة، أنت كمؤمن وإحنا ككنيسة نشدد الأوتاد دي ازاي؟ في ثلاث حاجات الرب حطيتهم قدامي. عايز لتشدد الاوتاد بتاعه الكنيسه لازم ترجع لكلمه ربنا، مش كلام الناس، مش كلام المفسرين، مش كلام اللي بيطلع في التلفزيونات، مع احترامي الشديد لكلهم وانا واحد بطلع منه. بطرس يقول الكتاب المقدس يقول لنا كده، وعندنا الكلمه النبويه وهي اثبت. بس الدكتور فلان الفلاني والاستاذ الفلان الفلاني والاخ الفلان الفلاني، يا جماعه كل اللي عايز يقول، احنا في زمن كل اللي عايز يقول حاجه بيقولها، لكن احنا ككنيسه، الكنيسه اللي ربنا عايزها تمتد وتتسع، كنيسه واقفه ثابته على الكلمه المقدسه الحيه المخترقه للنفس، هي دي كلمه ربنا. اللي بيقولوا عندنا الكلمه النبويه هي اثبت، لكن لو اختلفنا في الكلمه النبويه طب هنرجع لمين؟
صح؟ هنرجع لمين؟ عشان كده الحاجة الوحيدة اللي لما نختلف نرجع لها هي الكلمة النبوية. الحاجة الثانية، شددي أوتادك بالصلاة. بالصلاة مفيش كنيسة هتنمو وما بتصليش، مفيش، مفيش عمل هينجح ما بيتصلاش عشانه. بس بدي احنا جايبين احسن متكلم واحسن مرنم واحسن واعظ واحسن مدرس مدرس احد و و و و و اكسكيوز مي، كل ده ممكن يعمل فرقعه، ممكن يعمل فرقعه لكن ملهوش تاثير. كلمه الصلاه. الحاجه الثالثه اللي تخد لي اوتاد الخيمه قويه هي المحبه والتسامح. المحبه والتسامح. قل لاخي يقاسمني الميراث. مفيش كنيسه، مفيش خيمه تقف ثابته وجواها خصام. مفيش وتد بيبقى ثابت، عارفين الوتد المتلخلخ يوقع الخيمه، يوقع الخيمه كلها، يوقع الخيمه كلها. طب الكنيسه اللي بتوسع تخومها، بصوا الايه دي ايه رائعه جدا في اعمال 9، بيقولوا اما الكنائس في جميع اليهوديه والجليل والسامره كان فيها شويه حاجات، كان لها سلام. فالخيمة من جوه كان فيها سلام، وكانت بتتبني بالكلمة والصلوات، وكانت بتسير في خوف الرب. احنا بنسير في خوف العالم. انا كتير قوي من البيانات اللي طلعت، اللي متابع فيه كل بيحصل على الفيسبوك بقاله يومين، الكتير قوي من البيانات اللي تهافت الناس انها تطلع، طبعا مش من خوف الرب. وانا ما اعرفش، انا مش بلوم حد، لان انا لو في الموقف ده ما اعرفش انا اقول ايه. لو تقال لي طلع بيان هطلع بيان غصب عني، هعمل ايه يعني؟ انا ما بلومش حد، بس انا عايز اكلمكم عن الكنيسه اللي كانت بتتكاثر. الكنيسه اللي كانت بتتكاثر كنيسه جواها سلام، لانه من غير ما الكنيسه من جواها الكور المجموعه اللي جواها يكون فيها سلام بينهم وبين بعض، الكنيسه مهما عملت ما تنفعش. كانت سلام، وكانت بتتبني، وكانت بتسير في خوف الرب. يعني لما مسكوا بطرس وضربوه وقالوا له، يقول كتاب كده، وأوصاهما ألا ينطق بهذا الاسم. قال لهم حاجة بسيطة جدا، قال لهم قولوا أنتم ينبغي أن يطاع الله أكثر. هنقطع رقبتك، اكسكيوز مي، يقطع، هنرميك في السجن، هعمل إيه؟ ارموني في السجن. لكن ينبغي أن يطاع الله. ده الكنيسة اللي بتسير في مين؟ في خوف الرب. وبالتالي بقى ربنا يعمل دوره بتعزية الروح القدس. الكنيسة كانت بتتكاثر. لا، ايه اللي بيحصل؟ ايه كلمه تعزيه الروح القدس هنا؟ مش الهيمنه في الترنيم ولا مش هو ده؟ مش هو اوعى تفتكر كده، ولا انك تحط ايدك على ناس وتقع. انا حطيت ايدي على ناس كثيره في اليابان وفي كوريا وفي الصين ووقعوا، بس مش هو ده، مش هي دي تعزيه الروح القدس. عارفين ايه تعزيه الروح القدس؟ ان العمي يبصرون والعرج يمشون والاموات يحيون. لما ربنا يجري في وسط الكنيسة آيات وعجائب، هو ده اللي بيسميه كتاب تعزية الروح القدس، اللي كان بيخلي الكنيسة تحصل ايه؟ تتكاثر. عشان كده الكنيسة في اليهودية والسامرة كان لها سلام، وده اللي احنا لازم نصلي عشانه النهاردة، ان يكون بيننا وبين بعض سلام، بين كل كنيسة. انا بقول لاخواتنا اللي بيتابعونا على الفضائيات، كنيسة لازم يكون فيها سلام، والكنيسة لازم تكون بتتبني. خد بالك، مش انا بتبني وانت بتتبني وكل واحد، لا، الكنيسة كلها لازم تكون بتتبني، والكنيسة كلها لازم تكون سايرة في خوف الرب. احنا مش هنعمل حاجة تغضب ربنا. بصوا، يعني انا على بساطة وعلى بلاط، هو ما قال ما فيش طلاق، انا مش هطلق، ان شاء الله تكون روزينة هي اللي بتطلب الطلاق، مع احترامي يعني، مش هطلق. ما ينفعش. انا اصلا امبارح واحد هددني، يعني قال لي ما تقعدش تتكلم كده كتير لما يحصل عندك يعني. قلت له يا عم يحصل، انا يعني هيحصل، وانا مش كبير انا اي حاجه، بس برضه مش هكسر كلمه ربنا. يعني ليه بتحاول تلوي دراعي ان انا وافق، انك إن بقى وافق على حاجه الكتاب ما بيقولش عليها ليه؟ وحاجه وقيس على ذلك بقى كل حاجه. وانت يعني انا في المجتمع الكنسي طبعا مع القاده ساعات، يعني انت ليه مش موافق على كده؟ انت ليه كنيستكم ضد كده؟ انتوا ليه يا عم؟ مش انا اللي واقف ولا كنيستي اللي واقفه، احنا عندنا كلمه نبويه ما نقدرش نخرج عنها، لان احنا عايزين نسير في خوف الرب مش في خوف الناس. طب مش هندعم؟ ما تدعمش، وانت كنت دعمت قبل كده؟
حلو حتى لو هتدعم يعني الدعم بتعزيه الروح القدس. فانا عايز اقول لكم الثلاث خطوات الاولانيه السلام والبنى وانك تقرر انك تسير في خوف الرب، ده يخلي الرب يعمل ايه؟ يجري، وكان الرب يجري في وسطهم ايات وعجائب، وده اللي يخلي اسم المسيح بيتمجد والكنيسه بتكبر. الكنيسه اللي هتوسع تخومها، تعالوا نشوف بتحصل ايه. بيقول موسى عبدي قد مات فقم الان واعبر. في حركه عبور لازم تحصل في حياتك وفي حياه الكنيسه، صعبور. بيقول له موسى مات، بس مش هينفع نفضل نبكي على موسى اللي مات. ساعات كتير قوي ابليس بيسجننا في اللي مات، في اللي مات. بس ربنا بيقول لك هو مات، بس هو ربنا عايش. موسى مات، بس انا عايزك انت تاخد خطوه. فقال قم اعبر انت والشعب. وهنا بيتكلم على اليونيتي. خدوا بالكم لما كان بيقول كان لها سلام، الكنيسه يونيتي، الكنيسه جماعه بتتحرك مع بعض. فبيقول له خد انت، انت اللي عندك الرؤيه. موسى مات خلاص، انا عارف، انا ما انا اللي واخد روحه يعني، انت مالك؟ انا عارف انا موت موسى امتى، دون وري اباوت مي. خلاص سيبك من موسى، انا دلوقتي عندي فيجن جديد. فانا عايزك تعبر، انا عايزك تاخد. وخطوه العبور مش سهله. كم واحد فيكم قال الهجره لامريكا سهله؟ حتى انت جاي لمكان المفروض انه افضل يعني، حتى الهجره مش سهله، ما بالك العبور الى ارض لا تعرف، خرج وهو لا يعلم الى عبور. بس العبور الجسدي اصعب منه العبور الروح، انك تصدق اللي انت مش شايفه. عشان كده يقول كتاب الايمان خرج وهو بالايمان. ذيرز فيس بيدي فيجن وتصديق للي هيحصل. قال له الى الارض التي انا معطيها لهم، اي لبني اسرائيل. بس خد بالك بقى، هو ده وعد. بصوا علينا دور وهو عليه دور. انا هعبر وهقوم، وهو يجي في عدد ثلاثة يقول له كل موضع تدوسوا بطون اقدامكم لكم اعطيته، مبارك الله الذي لكم اعطيته. ما انا ما بقعدش اقول له يا رب انت هتديني ولا مش هتديني، طب لو انا رحت هلاقي ولا مش هلاقي، اقول لك لا 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 خد بالك، انت بس تمشي، انت بس اعبر، انت بس اخرجي، انت بس خد الخطوه بالايمان، انت بس اتحرك اتحرك، وكل حته ارض هتدوس عليها انا اوريدي مديها لك. فاكرين ما قلت لكم في البدايه، قول يا رب اديني اللي على قلبك ليا، هو ده ركز. روح كما كلمت موسى وانا كلمتي ما وعدتش. خلينا اختم معاكم بالخيمة اللي ربنا عايز يوسعها. يعني انا فعلا فاكر لما قلت لكم في البدايه انا نفسي احنا نشيل الحتتين دول. طب يا اسيس ما احنا لسه عددنا قليل ولسه الكنيسه ما رجعتش تاني زي زمان. اوعى تفكر محدود، اوعى تفكر محدود، لازم نفكر هنوسع المكان ده ازاي، هنوسعه ازاي، هنهد انهي حيطه. طب هنطلع يمين ولا هنطلع شمال؟ لان الرب هيجيب. بصوا بقى، خدوا بالكم، انا عايزك كنيستنا وقلبك وبيتك، خد اللي انا بقوله على الكنيسه على بيتك وعلى حياتك. ربنا عايزك توسع مكان الحضور الالهي. بيقول كده وظهر له الرب عند بلوطات مره وهو جالس في باب الخيمه وقت حر النهار، فرفع عينيه ونظر واذا ثلاثه رجال واقفون. الكنيسه اللي عايزه تمتد هي الكنيسه اللي بتمارس الحضور الالهي، ان ربنا يكون موجود. هسول يعني أسيس في كنائس ربنا مبقاش موجود؟ طبعا كنائس كثيرة وربنا مش موجود فيها. الكنيسة اللي مش هتمجد المسيح، المسيح مش موجود فيها. الكنيسة اللي مش هتقدم كلمة ربنا بأمانة، كنيسة ربنا مش موجود فيها. الكنيسة اللي بتدي المجد لأي شخص تاني غير المسيح، كنيسة ربنا مش موجود فيها. حتى لو كان اسمها أي اسم، البيت اللي فيه المسيح، البيت اللي بيمجد المسيح، الكنيسة اللي بتمجد المسيح، الله بيظهر لهم فيها. ده حضور إلهي، ده وحاجة لا يعني you cannot miss it. ما تقدرش ما 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 ما, ما, ما تقدرش ما تشوفهاش. إبراهيم كان قاعد، تفتكروا إبراهيم قاعد على باب الخيمة عدى عليه كام راجل قبل كده؟ أكيد كتير. لكن الحضور الإلهي حضور مميز، الحضور الالهي حضور غير عادي. انك تبقى في محضر ربنا وانت في الخلوه بتاعتك، او في محضر ربنا وانت داخل لمخدعك بتصلي، في محضر ربنا وانت بتحضر خدمه، ده حاجه لا يمكن ان تخطئها. فالرب النهارده بيقول لك انا عايزك توسع خدمتك، خيمتك، انا عايزك توسع خيمه الحضور الالهي. انا عايز لما تيجي يوم الاحد قبل ما نبتدي نرتل ونصلي ونخش في البرنامج، انك تقول يا رب احنا بنرحب بيك،
بنرحب بيك، بنرحب بحضورك يا رب. عارفين لما إشعيا يقول في إشعيا 6 ورأيت السيد الرب جالسا على كرسي عالي وأزياله بتعمل إيه؟ تملأ، تملأ الهيكل. طب لو الهيكل ده واسع 4 مرات كان الأزيال دي عملت إيه؟ ملأت. كل ما هتوسع كل ما الحضور الإلهي هيكون موجود. لكن مش بس كده، الخيمة اللي ربنا عايز يوسعها هي خيمة الحماية. خيمة الحماية. قال له أين سر امرأتك؟ قال هي في الخيمة. الخيمة هي المكان اللي كلنا نقدر نحتمي فيه بربنا وبعض. واللي بيتفرج على الخدمة على التلفزيون ومكسل يجي الكنيسة، انت برا الحماية، انت برا الحماية. انا مش بكلم على الكنيسة كجدران، بكلم الكنيسة على عروس المسيح، شعب الرب، شعب الرب، شعب الرب. مش كده يجي المرنم يقول الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. فين سارة؟ سارة تحت ظل العلي، سارة تحت، سارة في الخيمة. عشان كده أنا بخاف كتير من يجي يقول لي مثلا فلان ساب الكنيسة، أو فلان شفته فلان بيرنم في كنيسة تانية، يقول له ربنا يباركه، طالما في كنيسة أنا مطمن عليه. الخوف الحقيقي لما يكونوا ولادنا في الشارع، الخوف الحقيقي لما يكون ولادنا بطلوا يحضروا كنائس، الخوف الحقيقي لما حد ما يبقاش بيحضر كنائس واحنا عارفينه، ده خطورة، خطورة غير عادية. المكان الطبيعي لسارة، مكان الحماية الطبيعي في الخيمة. الخيمة يبقى مكان حضور، مكان حماية، لكن أيضا مكان الرؤى، مكان الرؤى. يقول له كده، بيقول وقالوا له أين سارة؟ قال هي في الخيمة. فقال إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. الكنيسة هي المكان اللي تقدر تشوف فيه رؤى ومعجزات تحصل في حياتك، لأنها مبنية على الحضور الإلهي. وانت حاسس بالحماية تقدر حينئذ يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. والرب يقول له كده، والرب يقول له كده، في رؤى وفي معجزات، في معجزات لازم هتحصل وفي رؤى لازم هتتحقق. وربنا عنده محدود للزمن، محدود للرؤية. يعني ايه زمن محدود؟ يعني ربنا مش سايبها لنا كده معجزة بس هتحصل بس مش عارفين امتى. لا لا، هنا الكلام ده بيقول كده ان ربنا عنده نحو زمان الحياة، ربنا عارف امتى الوقت المعين اللي هيدي فيه اسحاق لسارة. زي ما بيتكلم في سفر الرؤيا عن زمن الضيقة زمن محدود، فزي ما الزمن الله عنده كل حاجة بزمن محدودة. ما فيش حاجة اسمها مفتوحة. احنا في ضيق مفتوح، لا لا، ما فيش حاجة اسمها كده. زمن الضيقة زمن محدود، وكمان زمن المعجزات، زمن تحقيق المعجزات. قال لها انا هاجي في الوقت المعين وهيكون معاكي، وهيكون معاكي طفل. رب احنا عايزين نصلي دلوقتي ان ربنا يوسع خيمتنا، يوسع خيمتنا في الحضور الالهي، يوسع خيمتنا في الحماية، ان احنا نكون تحت ستره ومحميين بيه. وزي ما الترنيمة احنا في سترك محميين، وكمان الرؤى المعجزية. خدوا بالكم، ربنا حول سارة من عاقر إلى أم لشعوب كثيرة. احنا دايما نتكلم على إبراهيم أبا لشعوب كثيرة، بس فكر في سارة، فكر في سارة. سارة كانت عاقر وربنا إداها ملايين، ملايين الملايين يعني. وده ربنا عايز يعمله معانا، عايز يحولنا من عاقر محبط حزين لحاجة تانية كبيرة قوي. مش كده انا بكلمكم منتهى الأمانة. انا عارف ابان ان انا مش مصدق يعني، ما اعرفش ليه، بس انا بكلمكم منتهى الأمانة. احنا عايزين نوسع المبنى. يعني سيس 42,000 سكوير فيت، هو ما اعرفش، هو ربنا حاطط قدامي كده، عايزين نوسع المبنى. خرجوا كده تمشوا في المبنى ده، وانتوا بتتفرجوا في البازار اتفرجوا في المبنى، قولوا حتى لو شلنا الحيطه دي نقدر نزود 100 كرسي تاني، لو شلنا الحيطه دي ممكن مش عارف نعمل ايه، احلموا، تعالوا نحلم. الحاجه الثانيه كمان المهمه، ان ربنا عايزنا نزرع كنائس جديده. دي حاجه انا وعاد ابراهيم كنا بنعملها بقى لنا مده ووقفنا، بس محتاجين الكنيسه كلها تعملها. محتاجين نزرع كنائس جديده، محتاجين الكنيسه تنمو بره الجدران، لانه الرب عايز يحول العاقر لأم. ودي معجزة ما حدش يقدر يعملها غيره. عايز يحول الإحباط والفشل والوجع والتفكير السلبي
اللي احنا مش لاقيين احنا 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 لتفكير تاني ايجابي ايجابي كتير قوي. اوسعي مكان الرؤيه، اوسعي مكان الرؤيه. طيب اديك خطوات عمليه ونقفل ونصلي. اول حاجه انا نفسي انكم تكتبوا الكلام ده في البوليتن بتاعتكم او صوروها لو انتم عايزين لانها مهمه قوي. اول حاجه ارفض الشعور بالصغر والمحدوديه، حاجه من اللي احنا طلعنا فيها في الشرق الاوسط. We always think negative and we are limited. بالرغم ان احنا بنقف نرتل ونقول له ومفيش حدود لاي، كم مره رتلنا الترنيمه دي يا اخوات يا اخوه، ومفيش حدود لاي مجد هتصنعه بنا، ومن ساعتها ما شفناش مجد، ما شفناش حاجه، ما شفناش لان احنا بنرنمها بس. الفكره بتبدا بهنا، والشعور المخ والشعور المخ بيبعت سيجنالز، فالمخ بيقول له احنا محدود. المخ العقل بيعمل ايه؟ ما احنا عندنا 100 كرسي، لو اتملوا ال 100 كرسي هنبقى مبسوطين قوي. ده المخ، فيبعت للشعور ويقول لك يعني احنا محدود، وي ار ليميتد يا اسيس، احنا ليميتد، احنا معانا فلوس قد كده، احنا ما معناش فلوس اساسا عشان حتى تتعامل. لكن اول خطوه مهمه عشان ربنا يوسع الخيمه انك ترفض الشعور بالصغر والمحدوديه، لان التوسع بيحتاج انك تخرج بره الصندوق اللي انت قافل فيه ذهنك اللي عشنا فيه. اسالوا الشيوخ اللي معانا، في كل مره مع كل مره بيترسم شيوخ جداد دايما في جمله بقولها لهم، بقول لهم انا مش عايز ناس يقولوا لي لا اهدى وبتاع، انا عايز ناس يقولوا لي بدل ما نمشي خطوتين لا احنا المفروض ننط. مجلس يفرق تماما بينما يكون عندك شيوخ يقول لك لا وانت ليه راضي بكده، لا ده احنا المفروض نبقى كده، عن ما تلاقي الناس مجموعه عماله تقول لك منين يا جسيس وهنجيبهم منين وهنعمل ايه ويا اسيس يعني عد غنماتك. انا سمعت الكلام ده كتير قوي، سمعت الكلام ده كتير قوي، لكن الشيوخ اللي معانا اشكر ربنا من اجلهم دايما. عشان كده التوسع بيحتاج ان احنا ما نفكرش في الفكر المحدود، نفكر بره الصندوق. في محدوديه افكار عشان كده محتاجين نفكر افكار جديده ونصلي ربنا يدينا افكار جديده، لكن الاكثر من كده محدوديه نظرتنا لله. احنا ساعات بنفتكر ربنا ما يقدرش يعمل غير كده، لو كنت ها هنا لم تقدر تعمل دي. انا عايزك تصدق النهارده ان الله قادر انه يعمل اي حاجه. انا مش بقول لكم، انا بقول لنفسي انا كمان، الله قادر يعمل اي حاجه، يطلع الشمس من المغرب، يوقف المطر، يا الله الله يقدر يعمل كل حاجه. فاحنا محتاجين واحنا بنفكر في ان ربنا ازاي هيوسع الخيمه ان احنا نخرج بره المحدوديه وبره محدوديه تفكيرنا عن الله. الحاجه الثالثه، خلونا نفتكر يشوع وكالب، 12 واحد طلعوا تجسسوا الارض، 10 رجعوا قالوا يعني خلونا نعمل اجتماع صلاه واحنا نصلي ونشكر الله، احنا مش هنقدر نعمل اكتر من كده، كنا صغار في عيني. خدوا فاكرين بتكلموا عن الصغر، الشعور بالصغر، كنا صغار في اعينهم وفي عيون. انت لو شايف نفسك صغير 100% اللي بره متخيل بره يشوفك ازاي. لكن يشوع وكالب رجعوا قالوا له اصل احنا مش بنبص بالمحدوديه بتاعت الناس دي، احنا بنبص بالمحدوديه بتاعت عظمتك انت، فبناء على عظمتك انت نحن قادرون عليها. فشايفين الفرق بين الاثنين؟ هو واحد شايف فكره التوسع، التوسع متقام على الله، وفي ناس تانية شايفه الفكره مقامه على المجهود. داود، شاول اترعب من جليات، قادة الجيش ارتعبت من جليات، كل العالم الكبار ارتعبوا من جليات إلا حتة واد صغير جرب ربنا قبل كده، وقف قدام أسد ودب وقتلهم وهو لسه نكرة راعي غنم. فداود كان فاهم يعني إيه أنت تأتي إلي بسيف ورمح، أنا آتي إليك. لا ده في عبور، في حاجة حاصلة في تفكير داود، في عبور حاصل في ده، أنا أقدر عليك وعلى اللي يتشدد لك، لا أنا مش لوحدي، أنا مش لوحدي، أنا أقدر عليك، أنا أقدر عليك. عشان كده التوسع، إن ربنا يوسع الخيمة، محتاج تماما إن احنا نخرج بره المحدودية دي في الفكر. وده بينطبق على خدمة ربنا وعلى عمل ربنا وعلى حياتك وصحتك وبزنس بتاعك وأي حاجة أنت بتعملها. كل ما هتخرج بره الصندوق، كل ما تفكر في اللامحدودية بتاعت الله، كل ما هتقدر تنجح في اللي أنت بتعمله. عشان كده خلونا نصلي، قول يا رب انا عايزك النهارده تديني ان انا اصدق ان انت عايزني اوسع وامتد. ربنا عايزك توسع صبرك شويه، كلنا ما عندناش صبر الايام دي.
قول يا رب وسع صبري شوية، عايز صبور أكتر من كده، وسع محبتي، وسع صلاتي، وسع الخدمة بتاعتي. خلونا نصلي. شيخونا عادل إبراهيم يجي يقودنا في الصلاة. نحمدك يا رب لأجل كلام الحياة الأبدية اللي بترسله لقلوبنا. نشكرك يا رب لأن مكتوب عنك إنك أنت إله كل بركة، وبركتنا في المسيح يسوع بكل بركة روحية في السماويات. نشكرك يا رب لأن فعلا بتقول لنا ارفعوا عيونكم إلى الحصاد، الحقول ابيضت للحصاد. لكن نشكرك يا رب لأنك أنت معنا وترسلنا رب لنمتلئ رب بحصادك اللي أنت وفرته لينا. يا رب فعلا نشكرك من أجل صوتك الواضح للكنيسة إنك أنت تبني الكنيسة وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. نشكرك رب من أجل كل كلمة سمعناها النهاردة وبتذكرنا بيها إني فعلا ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد، أشيدي بالترنم التي لم تمخض، لأني بني الغريب أكثر من بني ذات البعل. يا رب بنشكرك لأنك بتأمرنا أن نوسع تخمنا الروحية، نوسع تخمنا في خدمتنا، نوسع تخمنا في محبتنا، توسع تخمنا رب في إرساليتنا. يا رب احنا بنشكرك لأنك بتأمرنا أن احنا نبسط شقاقنا، نطيل أطنبنا، لأنك أنت أمرت بالبركة في كنيستنا. يا رب خلينا ناخد هذه الكلمات ونسلك بيها ونعمل بيها حتى رب ما نأتي بثمر ويدوم ثمرنا. بركة رب للكنيسة، بركة للكلمات اللي سمعناها. خلينا رب نقوم ونبني ونعمل ما دام الوقت يدعى نهار. نشكرك رب لأنك أنت أيدت العمل، أيدت الكنيسة، أيدت رب خدمتنا. نشكرك رب لأنك أنت في وسطها لن تتزعزع، وكل آلة صورت ضدها لا تنجح. في اسم يسوع رب بنشكرك لأنك أنت إله كل بركة، وباركتنا وبتباركنا وهتباركنا أيضا في المستقبل. نصلي هذا في اسم يسوع لي كل مجد. آمين.